هذا وعلى غرار المباني العمومية التي لا تملك شهادة المطابقة، تعتبر المراكز التجارية من أهم المباني التي يجب أن تتوفر على الشهادة، وهو الأمر الذي يغيب في كثير من الولايات على غرار ما يحدث مع المركز التجاري الريتاج بولاية قسنطينة. تفاصيل أوفى مع سفيان بوعون. كشف تحقيق ميداني قام به تلفزيون النهار حول المجمع التجاري ريتاج مول ببلدية الخروب في قسنطينة أنه لا يحوز على شهادة المطابقة من البلدية، وموازاة مع ذلك أيضا قرارات رسمية تأمر صاحب هذا الاستثمار بغلق الفتوحات الخلفية على خلاف مخطط البناء، لكن لا أثر للانصياع. كاملة بواجهاتها افتتحت على خلاف رخصة البناء التي منحتها السلطات المعنية في قسنطينة لإنجاز هذا الاستثمار. السلطة التنفيذية اتخذت جميع القرارات، جميع الخارجات، جميع المخالفات، وسجل جميع المخالفات، ولكن التنفيذ لم يكن هناك أي تنفيذ إلى يومنا هذا. قرار الغلق داره له رئيس المجلس البلدي تاع الخروب، والدرك نشكروه بالمناسبة اللي وقف معنا، وقف مع السكان. وش هي هذا المستثمر راهو الدرك ما لباش لهاد القرارات هادو، وراه متعسف. استثمار معتبر وغير مسبوق في قسنطينة، لكنه فرض قبضة حديدية بين ساكنة الحي التساهمي قبل إنشاء الريتاج مول في صراع مفتوح. احنا دوكا رانا حاقدين على الاستثمار هذا، الحقد هذا راه قاعد اوتوماتيكمون عند ولادنا. احنا ماذا بينا لولادنا يعيشوا في سلام، والمطالب تاعنا راهي بسيطة. عنده مخطط يقول فيه انه ما كان حتى فتحه باتجاه لاسيتي تاعنا يغلق اخويا، وكفى الله مؤمنا شر القتال. آل المشروع لمركز استقطاب هام، والذي يفتقد لشهادة المطابقة لكنه يزاول نشاطه، جعلنا نتقدم من صاحبه قصد معرفة رؤى الأطراف كاملة. بالبلدية وبين المواطنين بربي ان شاء الله ما عندنا حتى مشكل معهم، وحنا بربي ان شاء الله في الايام القليله القادمه راح نسويو كل المشاكل. الحل ربما راه ان شاء الله قريب يكون، وبقات حنا في اخر لمسات نتاع هذا الاتفاق، انه هذا الفتحتين ربما اللي هما مخبزه ومنطعم راحين يمشيو لقدام. استثمار خيالي اثبت نجاعه في التحول المحلي، يوازيه سكان يشتكون من غياب الراحه بسببه، متقبلين له بعد غلق الفتوحات الجانبية فقط، يجعل بلدية الخروب حكما ينتظره الكثير.